لأن وصفة اليوم من المشويات بطريقة سهلة وجدا لذيذة. للتتبيلة حطيت زبادي وثوم محروس وبهارات مشكلة أكتبها أسفل الفيديو وزيت زيتون ومعجون طماطم صدور دجاج مكعبات خلطتهم مع بعض. طبعا حطيت مع التتبيلة ليمون بس نسيت أحطها في البداية. رصيت قطع الدجاج والخضار بعواد الشوي. أنا حطيت شرايح ليمون في البرومي وبصل واستخدمت شواية هوم إليك من قصر الأواني. حطيت شوية زيت وشوية سمن ورصيت الدجاج وتركتهم لحد ما تحمروا واستووا تماما. وهذا الخبز دهنته بتتبيلة المشويات وحمرته بالفرن وحطيت عليه دجاج وقدمته مع السلطة والصوصات. أتمنى تجربوه ويعجبكم وبالعافية.